يعني يمكن النساء دائما هاني يحاولوا كده انهم يدوروا على شيء جديد. يمكن تلاقي اليوم كل سيده ماسكه الجوال وتقعد تدور ايش في شيء جديد في النت عن طريق الاونلاين، انه ممكن يلاقي لبس ما هو موجود في المحلات، وصار يسهل علينا فعلا كثير اللي هو التسوق اونلاين. اليوم معانا نموذج جديد ومميز وموقع اسمه ذا مودست. أكيد مشاهدين، طبعا مؤسسة الموقع غزلان جنز مؤسسة والرئيسة التنفيذية للموقع موجودة معنا، نرحب فيها. أهلا وسهلا غزلان، صباح الخير. أهلا فيكم. صباح الخير. صباحك غزلان. في البداية لو تكلمينا عن هذا الموقع وكيف جت الفكرة وكيف أسسته. الفكرة من ذا مودست هي بسيطة كتير، يعني أنا تربيت ببيت تقريبا كلنا بنلبس لبس محتشم بس كتير بنحب الموضة. نعم. وصديقاتي النساء اللي بعرفهم كلهم طريقة لبسهم تقريبا هيك، والشوبينج اكسبيرينس دايما كانت صعبة، يعني كتير بتاخد وقت لما الواحد ببلش يفكر بطول الكم، طول التنورة أو الفستان، إنه شي يكون مسكر عند الصدر تقريبا، وكل هالمواضيع يعني بتخلي الشوبينج اكسبيرينس متعبة، بتاخذ كتير وقت. وفي كتير نساء يعني غير اللي الواحد بفكره، غير مش بس عرب، مش بس مسلمات، مش بس متحجبات، بيحبوا هالطريقة من اللبس، اللبس المحتشم اللي هو بالضبط بيشوفوه مور أكتر يعني جذاب ومحتشم. أيوة يعني هو من الأناقة بيدخل، يعني مش إنه قصة بالضبط. بالضبط يعني عندك من الصين لأمريكا لأوروبا في نسوان بيلبسوا بهيدي الطريقة، وما في موقع بيقدم لهم هالأزياء وهيدا ستال بطريقة عصرية، بطريقة أنيقة، بطريقة فيها يعني بتواكب آخر صيحات الموضة. فقررت إنه نفتح موقع إلكتروني بيوصل لكل بلدان العالم وبيحط كل شيء يلي بيلبى ويلي هو بيناسب هيدا الست اللي اختارت تلبس بهيدي الطريقة. حلو. حلو. يعني أنا يمكن بالنسبة لي صار يمكن الأونلاين إنه مو بس فكرة إنه والله بدخل، زي ما قلتي هو بيوفر علي وقت. صح. بيوفر علي مجهود، وزي ما قلتي بس دائما أنا لما أبغى أروح على أونلاين أدور على عناصر أكثر من عنصر، إنه يكون شوية رخيص، إنه يكون كمان بيلبي طلباتي وما بيكون في منه كتير في السوق. إيش الأشياء اللي بتميزكم عندكم؟ هذا الشيء كتير كتير مهم، لأنه نحنا بنشتري بس لهيدي الست، يعني بس بنوفر للست اللي بتحب اللبس المحتشم بس بنفس الوقت العصري. في كتير قصص ما رح تلاقيها عنا، يعني التنورة القصيرة، الفستان الحفر. أنتوا رايحين لناس معينة. بالضبط. فدايما في عنا أشياء بتكون كتير مختلفة عن الأشياء التانية اللي بتلاقيها بالسوق. الله. طيب من خلال يعني الموقع كيف تلاحظين انه يعني الموضة عند السيدات العربيات، وهل فعلا الموقع يعني سوى نقلة بالأزياء المحتشمة؟ أكيد. هلأ بمجال الموضة الفخمة يعني باللكجري فاشن نحن بنعد أول موقع من هيدا النوع، يعني موقع اللي بيجيب لك عندنا أكثر من 180 ماركة عالمية بالموقع، وكلياتها عم بتوفر شيء للست اللي بتلبس بهيدا الطريقة، وهو أول موقع من هيدا النوع. الست العربية نحن بنعرف أنه فعلا جريئة كتير، بتحب تبرز حالة، عندها ثقة بطريقة الشوبينج كمان، وكتير بتهتم بمظهرها. هذا الشيء اللي لاحظتيه يعني خلال السنوات اللي عدت، خلينا نقول إنه الزوج تغير، المتطلبات تغيرت. شوفي هو يمكن من الستينات أول يمكن نساء اللي بلشوا يروحوا على باريس ويشتروا من دور الأزياء الفخمة والأوت كوتور كانوا النساء العربيات، ودايماً مواكبين للموضة. والحلو إنه وهيدا هو المفهوم اللي عم نجرب نغيره، إنه الوحدة لما تلبس لبس محتشم مش معناتها إنه الموضة تكون مش موجودة بالموضوع، يعني مجرد ما إنه بدها تلبس شيء شوي مغطى شوي مستر ما بيعني إنه ما بتكون مواكبة لآخر صيحات الموضة. غزلان موقعكم يعكس يعني أكثر من موضوع الموضة أو البيع فقط، لو تخبرينا عن الثيم. مزبوط. هلأ طبعاً أهم شيء عنا إنه نوفر لها تجربة شوبينج تكون ممتازة من أولها لآخرها، يعني من أول ما تشتري القطعة أونلاين لتوصل لعندها بالبيت ولترجعها إذا ما كانت حبتها كمان. بس الهدف كمان يلي عم نجرب نحن نوصله هو تغيير مفهوم إنه إذا وحدة بتلبس لبس محتشم معناتها إنه ما بيهمها الموضة، فهيدا شيء كتير مهم بالنسبة
بالنسبة لإلنا، وكمان إذا الست اختارت إنه تلبس بطريقة معينة إنه نمكنها إنه تعمل هيدا الشيء ونبرزها بطريقة يعني بمجال الموضة بنبرزها بطريقة اللائقة لإلها. ايش الاشياء اللي بتفضليها في الموقع يعني كده كماركه شيء حاسه انه هو هذا اللي بيميزكم؟ بعتقد نحن الشيء الحلو عنا غير انه مختصين بهذا المجال هو انه في كثير عنا قطع حصريه بالويب سايت، بنشتغل كثير مع الديزاينرز مع ماركات عالميه حتى نعمل تغييرات بالقطع اللي بنشتريها، يعني ممكن يكون فستان كات او بدون كم بنزيد له كم او بنطوله اذا ما كان طويل او اذا كان مثلا دونتيل نحط شيء. هذا كثير حلو كثير بيسهل على السيدة انها ممكن فعلا يعني بتوفر عليها وقت، بتوفر عليها انها تروح عند خياط يزيد لها القطعه. بالضبط. بس قديش بتتقنوه بيكون سليم كمان؟ هو بيجي من الماركه نفسها يعني. واو. مش نحن اللي بنغيره فاكيد تعديلات. بالضبط. فهن البراند نفسه ما في حدا بيهتم فيه اكثر من البراند نفسه. صحيح. هن بيعملوا كل التغييرات وبيبعتوها بيبعتوا لنا اياها اكيد. غزلان في ماركه خاصه وتابعه للموقع اللي هي ليور؟ مزبوط. لو تحكي لنا عنها. اكيد. ليور هي مثل ما قلت هي ماركه نحن اللي اطلقناها وموجوده حصريا على ذا مودست على موقعنا، والفكره كانت منا هي انه لما نحن بنروح نتفرج على الكولكشنز من كل الماركات اللي موجوده عندنا دائما عم نلاقي انه في فراغات، في اشياء مش موجوده. فهيدا هو اللي جربنا نحن نعمله من خلال ليور. براند ملء الفراغ. ملء الفراغ بالنسبة للست المحتشمة. بالضبط. عرفت كيف؟ نعم. وبتختلف يعني ممكن يكون من شيء بسيط مثل قميص أبيض مش ترانسبيرنت ما بتضطري تلبسي شيء تحت منه، لا فستان سهرة أو فستان للمناسبات. دحين يمكن بنشوف كثير سيدات أول ما أشوف عليها قطعة الله ما شاء الله مرة لبسك حلو، فتروح تقول لي أونلاين. طب الأونلاين ده ما لي اسم؟ The Modest. ما في ماركة. بالضبط. اديني The Modest قولي من الآخر. ففي فعلا بعض السيدات اعتمادهم جدا كبير. قد إيش بتقيم وبتشوف قد إيش وجود السيدات كثير؟ هل نفسكم تعمل موقع ثاني يكون مختص بالرجال؟ هو مبدئيا نحن لانه مش بس عنا ثياب، يعني عنا ثياب عنا احذيه عنا اكسسوارات عنا شنط، وبدنا نضلنا نكبر هدول الكاتيجوريز لنوفر لها مثل ما بيقولوا لايف ستايل، موقع لللايف ستايل، يعني ممكن تروح عليه تشتري اي شيء بدها اياه. الرجال يمكن لبعدين. لا الرجال يعني عندهم مواقعهم. بالضبط. طيب غزلان باختصار لو تكرمتي مساله الاسعار كيف تقيمينها مع باقي المواقع والبراند يعني من البراند نفسه كيف؟ اكيد. هلا نحن بننعد يعني بمجال الازياء الفخمه يعني باللكجري فاشن، فاكيد الاسعار بتعكس الماركات العالميه اللي نحن عندنا اياها. بس مثل ما قلت لك عندنا 180 ماركه وفعلا في عندنا رينج، يعني في عندنا اسعار بتبلش من اشياء كثير معقوله وبمتناول الجميع لا اشياء طبعا اذا كانت فساتين سهره وفيها كثير شغل او ماركات معروفه كثير بتكون اغلى. ممتاز. تحمست بس نخلص هوا ادخل واشوف فعلى طول. أهلا وسهلا. الجديد.